بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خش كبرات دار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلقك قديش برنامه وانا هي خده بردوامي من سر هاتيا نوح بيغنبري تشتا عجيب ات قصة نوح بيغنبري دا عليه السلام هزار صالة نوح عليه السلام غازي مروفاكر بو عبدینیا خوده بو ماوی هزار سالا او تعب و زحمت و یعنی نخوشی ها نوحی دیتین ابتنه ات بیجن هشته مروفا ایمان اب نوحی اینا بر همه هزار سالا گازیا نوحی و دعواوی بو رب العالمینی ابتنه هشته مروفا ایمان پی اینا ات همان دمدا نوحی علیه السلام ایک گازی بتنه گازی همی گیانه و راکر اکثر همی پیگوهاتن و داخلی سفینه بین. خوش عزیز گلو اوه مانا جه حبتیه یه مرو و عجب گردی گازی نوحی بو هزار سالا دابجی بجی بو کوریت ابتنه هشته مرو ایمان پی اینا گازی نوحی الهرتوی دمیدا یعنی نوحی علیه السلام یک گازی ابتنه گازی حيوان او جنابراکر هميا بگ و قستا يا سفينه گر او الگامي سيار مصلن فيري نا مساله يا بل بلكي تدبيني مثلا بن منوگاوه هر اف مساله وگاوي جيكا هاي جراحك دكتورك جراح وكي قوتي ماسترين جراح السر واسطي دنيا احتماليه هندي دبيني احتمالات چت عبادته چيليت كتن مساله مساله عقلية نخر مصرين عقل أفيها مصرين جراحة أفيها جراحة يعني اه بنافو دنجا عالم احتمالا بهزارخ قصتا يا بردستيويت كتن بو اه و بو جراحتا أفيها عبادة جيلت كتن يانجي مثلا علمكي زري ات هزار هزان نووي دا شولت كت عالم امريكي احتمالا ملحدة ايماني إيمان بخلت تعالى نينيه من حدا إنكار وجود تعالى يعني حتى إنشتاين وكي قوتي يعني أكبر عقل مصدرين عقل اتمجوي ده حتى نوكا يعني مروفا ديتي اتبيجن عقل إنشتاينية. أف مروفا مر تعالى هالنبي بعقل إخوة أف عقلي هندا مازن يكو وكي اه. قوتي بيردوزا يا نزبي دينا يكو في بتريا احتمال تكنولوجيا و تطور و پیشکتنا وی زمانی سر اساسی وی بیر هزر كاش دنيا دنیای و اوی خود ناس نکر اوی عقلی او نگهانده یعنی يعني تیب گهت بزانتن که كو وی کونی خالق که هاي ام هزر آخوا بکین احتماله و دوی دمی جیده هر همان دم دا برا خود احتماله پیره مثلا که قاره که فقیره جاره احتماله بردوام یا پرستنه خود تعالی که تجت بیرامیرک احتمالا وی ها جای ترکار را مثلا هند مروفاکی یعنی یه برنیاس نینا که مروفاکی ام بیجین گلک مروفاکی با آقل و شهرزا و فهما و تیگه هشتی بتن بلپا پا یه عبدینیا خود تعالات کت همی من هجه پیغمبری اسلام خودی سرمش روژیا بگیرش، نویجه بگیرش، حجه بگیره، ازدکات بگیره همیه پیگ و یه تطبیق کتن ایدن دابزانی مثلا یعنی مثلا ایمان نه مثلا عقلیه هندی کو پتر مثلا يعني مثلا فطرته بجا اجبرندي اند ام بيجين فطره باقش فطره باقش جلك و جلك مصلحه تام برو يانجي بومرو في حاشا اش عقلكي يي النساخ يانجي عقلكي رزي اذا مثلا ما دام نب عقلي فاجردا فترته فاجردا دا, دا خوازا يعني يعني ايمان تكون سر اساسه في فطره او رب العالمين إدجاني مدا ما قلت چاندي خالك خالا دو با ایکم علامت طوفان خود تعالی گوید نوحی، نوحی پسیارش رب العالمین که یا وقتی طوفان راد بتن ما علامت نیشانک نیست از پیب زانم دا از کانده چی پرگاره که چه از برهویه که بر بکم نکش نشکه که و طوفان رابطه من آگش اش خواهند اینکه بکم دستید خواهند. رب العالمین گوید یا نوح گوید هرگاه که آف اش زا. یعنی کهنیا آوه بنت تنیره بی کهنیا آوه و فارد تن نور و کی آتا قرآن ادبشتن بو چرا بالعالمین علامت دست پیکه یه هاتنا توفانه اشکیر کیر دست پیکر اش اش بنی تنیر تنیرا آگیری طنیره اوکو آگیری تیدا خوشت کن و اوکو نانی تدا ات پیجن الویر خود تعالی بما دیارت که دو وی خاله دا وی وکی گوتی دوی مسئله دا کو همی را رب العالمینی عجیبینه شولت خود تعالى تبت نشامبتة همي جهة عجبيه أو جهة حباتية بمهارة كي أمضى زانين وكي ما قوتي طنير أو جهة يكو أعير تداهل تدخل كرنه رب العالمين فيا ببت كانيا يا آوه أو آف شويره يعني بزاتن دا عقلت ما هشيار كتن كو أفسنعة خديه كو خود تعالى يلپشت في كاري شجرة إنسان نشين كاره كي بكن ببت جهة حباتية ببت جهة عجبيه بوتي شنكو يعني اه نوبت جي عجيب يبو عالم ما هكا عندك جار عندك خشيم هابجي باور جيب كينو بس هر عندك عقولتين عندك مروف شارزيتن دفانتشا كي جالكي طبيعيه اما شولت خودي همي عقولت همي انسان وهمي مروفن برمبر ات راوستن هميه قفل كيرن او تشركا ماجوت جي نابن شكو ابا صنعت خودي بجا حتى بجن او طنيره بوتيش هميه ات طنيره دا

ایګلی وی قومي بعض پاپن کاګوندا کا باجيره مثلا شي د جهنمیا نانه خال وی طنيره په حد په معنا او طنيره هر وكي جهدره بختهوري کي بي بووانا جهدره يعني هاري کار بيو بووانا کووانا نانه خوت دا اطبحت او تپشت فجا رب العالميني هر وكي ګوتاوانا ده هرن مادام او انکارا پيامامن کر مادام هنديف رونايامن نهاتن مادام او متابعه پیغمبري مناجر افجج فيني بي و از دي نعمت دخل سر وقت حكم او طنيره ابصالو زمانه و نانه خطه ده پختي افروكه اسوي طنيره دي تيجي اف كم او نه علم هين اگري تداخوش كنوهين ميفهي بخا جي ببينو اوا خالك خالكادي خوشكبريت عزيز يعني دال سر يعني ماوي دعوه نوحي راستين او جي هزار صاله نوحي عليه السلام يعني غازيا غازي كرا خوا. يعني الجال شانت جيلات مروفا نوح جيايا عليه السلام يا جي حبيبه يا جي خارجي عليه السلام يعني اگر ام بحثي بكين علماء بيجن نوح عليه السلام 1700 سال عمري يبري 1700 سال اشوان 1700 سال عمري. 400 سال بي وحي بوهاتي يعني 400 سال پیغمبر نوح عمرها بي بيبتا پیغمبر يعني 400 سالا بري بيغمبراتي و 1000 سالا جي دعوة قوم خوايا 1000 سالا و 1400 و دي بيجن بيشتي طوفاني 300 سالا يي ما يساخ ايضا اف عمره هنده دريش باشا عمل سر عمروي همية نر راوستين ابتن عمل سر عمروي دعوة راوستين عمره بيغمبراتي او جي هزار سالا رجا هكر نوحي عليه السلام هزار سالة قال قومي خواه چند دستت مروفا رابية يعني زمان ويدات هزار سالة جيانا ويا اه نوحي چند دستت مروفا ديتنا و غازي چند نوعت مروفا كليا الفيرب عملية حسابي پدوتن ام بجين يعني هكار اه مثلا هزار سال ام دابش بكين بو ده دهه، دابابند صد سال مثلاً ما ده صد سالی تایین که دابند هزار سال ده جار صد او هزار، باشه هر صد سالا چند جیلیت مروات ای داد جین پنج بابکیت مروی صد سالا دا مثلاً بونمونه هکر ام جین هر بابک، یعنی چند سالاش که ریخون مستره، بیست سالا ایدن ام جین هر صد سالا یعنی پنج بابی تایین، پنج باب پنج باب کت مرو وایت چون که هر بابک 20 سالش کره خواه ماستر بتن مثلا 20 سال یه هر بابک ام بجین جنبین تون کره بد 21 سال یه بیمعنا هوا 20 ساله اش کره ماستره و جه هر ست ساله ما گود یعنی پنج دستیت مرو و تین الدنیا پنج دست باشه پنج دستیت مرو و ده الجل ده صد ساله پنجاره ده اوه پنجی يعني بين جي دا ستيت مروفايت هاتين سردار الدنيا هش قوم نوحي ونوحي بوانا ما قوت آخفتي تشتكي جل جلك يعني يه اه عجيبة اه وديال هندي جدا اه نوحي عليه السلام ما قوت اه يعني ديار بتن بو بين جي دستيت مروفا اش نوحي يه جل نوحي دا و يه جدا بين جي دا ستيت مروفا يعني نوحي بياما خدت على جهان ديه ورونا يا رب العالمين يتنا فاندا بلا فاكري او بصرمان بينش وان بينجي بين جي دستيت مروفا اويت سفيني دستيار بين او جي بارينو كما قوت ابتني جماراوانا هشته مروف بين اگر چيا خوشك برايت عزيز بو جي بين يعني اش بينجي جي مروفا هزار صالة ابتني هشته مروف دي ايماني بي اينا اب عليه السلام علماء بيجن خوشك برايت عزيز بيجن اوه تأثيره یا باپیرانه، اجدادانه سر نویه تاثیر بابانه سر نویه چون که این بیشان، وقتی یعنی پیره میره که هم دی فرس دابته ۸۰ سال مثلا آن ۹۰ سال دو ماهی که عمروی خواه دا نویه که نوی خواه، آن نویه چرکه خواه، اوه بچی اوه عمروی مثلاً ۶ سال، ۷ سال دا که تا ملی خواه، این تهنداوی نوحی دا این تهنداوی نوحی

یعنی اوه نوحه بیش از پیغمبر بس درو کت ایمان بینینه لوما خوش کو برایت عزیز یعنی سببیا گلک جارا با پیر دبت اگر دریک کا باش المروی گرت اجدادت مرووی یعنی باپیر مرووی باب مرووی احتمال دبت یعنی مانع بو رکه قنجی و باشه چند مروف هنه ده این اتناف بازنه دعوه دا بس ده برا خود یه بابی و آن بابی روی همه وکی آوکا یه وإف مروفا بات داخل الدعوة خدت عالابت ديني خواناز بكت ابدرستراي بارستنا خدت عالابكت عقلكي يعني فهمكي تشتكي بخش في الدنيا ان باب أم بابيليا مانع تماما يعني ملت نوحي جي ها يعني بابيليا توانا أجداد توانا البرامبر يعني بين مانع بو نفي توان بو آف جيل شنيكو هاتي كو بين إيماني ابنوحي بينن إشبر يعني يعني بوموي هزار صاله الدعوة نوحي وکی موږ د یو استاور بي ګلکا ایمان په ایمان پینای نه تنه 8م رو اوه یعنی خالک خالو دوی هندک جید ویژن نه خیر او جینګه ها ملت نوحی یعنی ها ولاتیت ملت نوحی دا جيول چونکو جینګه ها کوفری بي بارا پتر یعنی په سالو زمانہ کوفری یعنی طوف خویا هوفتیو یا شین بیل وره لا ما وجا کا او دور بري مرو چوانن مرو جوکیوانانه

و ودلالات وسردات شو بي. لو ما عيالتوان جي وقت تبين اتنافوان دا وعقله ات و وعقل ومعرفتو و بيرو باورتوانا بخواه شوانا اتجرتن لو ما يعني بيئه جي جالا جارا اتبتا مانعكو ريكا خده على بيجرتن خشكو برايت عزيز خالكادي دي, دي يا سوى امل السر راوستين اوجي اه اه بوشي اه يعني اه نوحي دعال قو بوشي نوحي بدعاء القوم خاكر يعني وقت قوتي قال ربي لا تذر على على الأرض من الكافرين ديارا يا ربي أكيد تنجي إش كافرة ملاتي من, من نهلة حمياش ناف يا ربي اتهلاك بمعنى يعني هكا مزرع خابكين شو أبي خده خدي دل رغبة وبدعاء القوم خابكين كت جينا من ايكيب تنجي جينا تنا وأجر أم بين أبي صحبة برهم بركين اتجل محمد بيغمبر إسلام خدي سربن وقت شوية طائفة وأو ابسري وي إنا يب وي إنا خلك طائف سريويش ويش كانديو وداناية براو حاشا زبل زبل او و يا حيوان بسر لشي وي كلا خوي بيروز داكيلي أبي وزيدي وهند قطان وهند تعذيب وهند إهانة يعني سري بيغمبر ايناي إسلام خدي السر، پیغمبري بن حتى بجن شركه خويناس سريوي ادبن بيتوي دا چوخاري حتى يعني نعالاوي امبيلا فاوي تجي يعني قالتيه تخينيب وشك برايت عزيز ادغال و ايشكنجي في, في دل و أو دلراقي اواد ديال پیغمبري هاتيابكار اينان شلائي خلكي طائفه و هر اكثر طبعا پیغمبري صاب خسرم داس خاب بلنت كيرين و حوار جهان دا خدي بس حوار اخا نجهان دا خدي بيجتي يا ربي و لخلكي طائفه ان كفرت ما كيف الطائفه شناف ببنخر قلت يا ربي اسي لوازم اسي ضعيفم يا ربي هاري توانو هاري هاريكاريا من بك اللهم اعطي بيغمبري صلاه الله عليه وسلم قلت اشكو اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي يا ربي اسي بيد صلاتم واس من بارغار نينا يا ربي وجا حتى دعاء دعا دعا يا دم هيك اكثر رب العالمين جبرائيل فريكر وتجلويدا ملائكه جيا فريكر ملائكته تجي يجيب محمد يبريك الصلاة على النبي صلى يعني رب العالمين يقول أواب سريتا تأينا يا محمد أفا من جبرائيل بوتا فريكر وتقال ملائكة تجي بس داخوز بكا بيجا أفي قوميش شناف ببا أزدي ملائكة تجي قوت يا محمد بس داخوز بكا أزدي هر دو تجي تجي نور و أبو قبيس هر دوكا دي ليك إين ما إيك هر دو باجر باجر يمكه هي طائفة هر دو بشكين و بلخن وش ناف بشن و بحلوشن و اس هميات هلاك سر بن قوته يا ربي من نفت از وي بي دعاية القامة خابكم از دعاتكم هي يلهيوية مش بشتاوانا خود تعالى جيلكِ بدت هندك مروفا بدت كريتوان نفيتوان يعني برف ايماني و بينو ايماني يعني اب بینن صلاة بطري السر يعني پیغمبری بن بجا يعني ام بجين دعا دعاء نوحي القامي خاكرن بس محمدی صلاة و خواهی سر دعاء دعا القوم خوانه که اوت هر دی سبب فرمانه خوده خوشکو برایت خواهی رب العالمینی گوته نوحی علیه السلام گوته يا نوح انهو لی یؤمن من قومك إلا الا من قد آمن يا نوح هندی اوت ایمان این خلاص اشبالی وانا ای که دی بتن بتناين بتن آیندن انهو لی من قومك که الا من قد آمن اوت ایمان این او اوت دی او دی ایمان یابته اینای اماش بلیوانا درگه ایمان ابته ها گرتن چونکو ما سبب گوادی گود چونکو بابت بینمانه مانع رید گر کو او جیل دیف دا به سرمان ببن رب العالمین اپ علم خواه زانی کو کسا کی دیش قوم نوحیش بلیوان هشت مروفا کسا دی ایمان نایند بجا رب العالمین چ جارا دنیا نار را گرتن بخرابا هکه خود تعالی دنیا هیلا بجیش سرخاطره باشا یا وقتی من خراب بتنه خود تعالی ده دی محی کرد ده طوفان او غضب او بریس یا برا اش اسمانت این تخوار سر وان ملت آده او ملتیت یعنی ابتن خرابی ویای و خرابکار لا ما خود تعالی یشنا برین به جا نوحی علیه السلام به دعای القوم خاکر سبب هند که رب گوته یا نوح به هیوی با گوته اکدی ایمان ابتبین ما نوحی دعا القوم خاکر اما پیغمبر ما صلاح بطور سر نه و اینما چونکو یعنی یه پیوی بکو يعني هندكش قوميويش خلقه اش كافرت وش كافرت يتطايف هندكش وانا ببن يعني الديف دعوة خد تعالى بينو ايمان فعلا جي هي فيا پیغمبري صلاة خد السر وآرمان جاوي جيبي يعني كافرت يت مكهه كالوتا و مظنو اويت دان عمر و هميش نافتشون يعني بدرجة هي بس تسي صالة دعوة بيغنبري صلى الله عليه بس اوه وانا بين خد تعالى يعني ايمان برسطي وانا كير او براف دعوة ايمان بهاتن بونمونا مثلا ابو جهل و ابو لهب و عتبة و شيبة و و أبي تحمي اشناف هاتنا كشتن بس رب العالمين هداته كر هداتب برسطي كرت وانا كير أكرمك اكرمة كرة ابو جهل صفواني كرة امياي وخالده خالد كرة وليدي بوتا اوی تا عیال وانا هاتنت ناف دعوی دا لو ما خوشک برایت عزیز پیغمبریت خود صلابت خود سر بن وصا دل رقنین حاشا وصا یعنی بسر و جافنین حاشای پیغمبریت خود صلابت خودی سر بن حتی دعا القاب خاکم پیغمبری ما پیغمبر چونکو رحم و دلوانی نبو ملتا لو ما چجارا به دعایی ما گود القومت خواه ناکن خوشک برایت عزیز وی چنده ما هاتین دومای که وی خلاکی حتی بمناجير جاف دير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته